يقول أحمده على ما يولي ويصنع وأشكره على ما يجري ويدفع وأتوكل عليه وأقنع وأرضى بما يعطي وأمنع ويمنع وأرضى بما يعطي ويمنع. هو بدأ الأول قال الحمد لله بالجملة الإسمية. عادة العلماء كمان يبدأوا بالحمد بالجملة الإسمية ثم يسموا بالحمد بالجملة الكلمية حتى يبين ما المحل أن الله مستحق للمحامد قبل أن يخلص من يحمد. ولذا الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، لأن كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن هناك من يحمله أصلا من الخلق، فالله حمل نفسه قبل أن يحمله الحاملون. فيريدون أن يدركوا بهذا الملمح فيبدأوا بالحمد للجملة الإسمية. ثم بعدما تجلى الله سبحانه وتعالى بإرادته على قدرته بمقتضى علمه القديم فأولد الموجودات، ثم بعد ذلك توالى إمداده ليستمر وجود الموجودات، فاستحق حمد آخر من الموجود الذي هو مستحق، الذي هو مفتقر للوالد، ومن المخلوق الذي هو مفتقر للخالق، على توالي نعمة الإمداد بعد نعمة الإمداد، فاستحق الحمد بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والقدرة. لأن الإنسان محتاج باستمرار النعم تتوالى وتتجدد وتحدث. أحمده على ما يولي ويصنع. يولي سبحانه وتعالى أي من توالي نعمه وإمداده سبحانه وتعالى، ويصنع أي يخلق ويحكم ويقدر. وأشكره على ما يزني ويدفع. والشكر أيضا قد يكون بمعنى الحمد، ولكن هو أخص من معنى الحمد. فالحمد يكون على ما في ظاهره النفع وما في ظاهره الضر، أما الشكر فلا يكون إلا على النفع الظاهر، هذا هو الظاهر. وإن كان هنا لكمال معرفته شكره على ما يزني ويدفع أي يقبل ويقبل، فكأن العارف يرى المنع في عين العطاء فيشكر في عين المنع، لأنه يتكلم عن على لسان العارفين ولا يتكلم على لسان المحبوبين، لأن أهل اليمين هم أهل الحجاب والمقربين هم أهل العرفان والشكوك، فهو يتكلم على حال أهل العرفان والشكوك، ولا يبلغ الإنسان درجة الولاية أو المعرفة إلا ويرى العطاء في عين المنع والمنع في عين العطاء. ولذا قال وأشكره على ما يزني ويدفع، فدل على خصوصية حاله. وقيل أن الشكر بالقول هو الشكر على النعم القولية، وبالجوارح هو صرف العافية في طاعة الله. فكل من الإنسان يصرف عافيته وما أعطاه الله سبحانه وتعالى في طاعته يكون شاكرا لله عز وجل. فإذا اهتم بأداب البصر فغض طرفه، وأداب السماع فلم يسمع اللغو والمحرمات، يبقى شكر نعمة البصر ونعمة السمع وهكذا. فالشكر هو صرف الجوارح في طاعة الله، واللسان من الجوارح، فيصرف في طاعة الله بدوام الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق العباد وحقوق الله عز وجل. وأشكره على ما يزني ويدفع، وأتوكل عليه وأقنع. والتوكل على الله يقتضي القناعة بما أقامك الله به من عافية أو مرض، من فقر أو غنى، وعدم الفرح الزائد للنعمة الذي ينفي المنعم، وعدم اليأس الزائد في حال البلاء الذي يؤدي إلى القنوط. فالتوكل يقتضي توازن النفس، فتجد الإنسان المتوكل على الله لا يفرح الفرح المضي ولا يحزن الحزن الممر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. سيدنا علي بن أبي طالب قال من تحقق بهذه الآية فقد توكل على الله حتى التوكل.
وأقنع يعني القناعة أنه يقدر إلى قسمه الله ويجد نفسه أن هو أغنى الخلق بما رزقه الله. حتى لما سيدنا أبو الحسن الشاذلي هو اسمه الشاذلي الشاذلي هو أصلا الشاذلي ليه لقب كده طلع عليه لكن هو أبو الحسن علي أبو الحسن وكان حسين حسين ولا حسن؟ حسين مدفون في الخميسرة نعم وكان شيخه سيد بن بشيش بالنظر بشيش ولا بشيش الاثنين أهل المغرب يحبوا يسموه اليمين المشرق يسموه الباب لكن الاثنين هو شخص فكان سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان في عبادته ومجاهداته مستعجلا بفتح فلما اتقطع الفتح جاءه هاتف في الرؤية قال لا افتح عليك حتى تكون عبدا شكورا فقال يا ربي وكيف اكون عبدا شكورا كيف قال له هذا الهاتف الا تظن ان في الاكوان منعما غيرك فرد وقال يا ربي كيف ذلك وفي الانبياء والمرسلين بالمنعمين اكثر بالنبوه والرساله ازاي ما فيه منعم غيره فقال له انما ارسلتهم لاجلك لما ما فيش منعم غيره فهو ربنا ارسل لنا الانبياء والرسل دي كلها الاكابر دي كلها عشان نوصلنا ليه يبقى في نعمه اكثر من النعم دي فمقتضى التوكل يقتضي القناعه فكل متوكل قانع وكل قانع متوكل لازم يعني هو يجتمعان ولا يرتفعان لازم يكونوا مع بعض انما الرسول يجب كان المراد به ان هو ما سوى الانبياء والمرسلين لا ارسل الانبياء والمرسلين لاجل ان يوصلك اليه سبحانه يبقى بقت محض النعمه نعم مش بقت محض نعمه بتقبل الشكر عليه طبعا يعني التوكل لا يمنع الاخذ بالاسباب التوكل لا يمنع الاخذ فالاخذ بالاسباب استقرار لحقوق العبوديه والتوكل حق الربوبيه ستقوم بجوارحك اخذا بالاسباب لانك عبد مستقر ويكون قلبك متوكل لكي تقوم باداء القلب حق العبوديه وحق الربوبيه فالرب يمنعك من الهم فلا تدبر بقلبك وحق ومقتضى عبوديتك ان تفتقر لربك فتاخذ من الاسباب التي يسرها لك لان الله سبحانه وتعالى قال واسال الله من فضله وفضل الله هي الاسباب التي جعلها في ايدينا توصل الى النتائج التي هي بيده فالاسباب بايدينا والنتائج بيد الله فجعل الاسباب هي متعلق الجوارح وجعل القلب هو متعلقه سبحانه وتعالى ولذا نهانا عن التدبير والتدبير محله القلب وامرنا باخذ الاسباب واخذ الاسباب محلها الجوارح فالاخذ بالاسباب لا يمنع من التوكل لان التوكل محله القلب والاسباب محلها الجوارح فتبقى في الظاهر مخفي بين الناس الولي تلاقيه بين الناس مخفي لانه منهمك في الاسباب زي ما الناس منهمكه في الاسباب، لكن هو منهمك بظاهره متوكل بقلبه. وباقي الناس منهمك بظاهره وقلبه. فتلاقيه هو في الاسباب مهموم للاسباب. قلب. لانه ترى قلبه وقالبه معلق بالاسباب. اما الولي العالم قالبه معلق بالاسباب وقلبه معلق بالله. الله. فيبقى هو في ظاهره محبوب وفي باطنه مكشوف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى احسن اولياء في الوقت الاخير. فتلاقي كل شغال وكل واحد من الاسباب لكن فرق كبير. وعشان كده في كتاب اسمه التنوير في اثبات التدبير. تفسير النقطة من الكتب القيمة اللي هو يبين لك علاقة الاسباب بايه بالتدبير. هل التدبير متعلق بالاسباب ولا متعلق بالاسباب؟ لم يفصل يجعل لك في فاصل
بين التدبير، لأن الله سبحانه وتعالى قد يدبر الأمر وتفصل الآيات، فالمدبر هو الله، ونهاك عن تدبر وأمرك عن تأخذ، فالأخذ بالأسباب ليس تدبير ولكن هو افتقار إلى الله عز وجل. التنوير في إسقاط التدبير. وأرضى بما يعطي ويمنع، والرضا، الرضا بقى ثمرة التوكل وثمرة القناعة. يبقى لابد إذا توكلت على الله حق التوكل رزقك القناعة، وإذا قنعت رضي كل مرتبط ببعض. وعلشان كده شوف النمل الكشير تعرف وزن معرفته ودرجة كشفه من مقدمة، فهو جمع حمدين وشكرين وتوكل وقناعة ورضا. كل ده من ولسه ما دخلناش في الموضوع، فما بالك لما ندخل في الموضوع ثم تكتشف على طول ان اللي كاتب الكلام ده كان الحمدين، والحمد الاول بالجمله الاسميه، والحمد الثاني وهو بالجمله الفعليه، ثم الشكرين، الشكر على المنع وعلى العطاء، ولا يشكر على المنع الا العارف، اما كل الناس فتشكر على العطاء، هو منع الشكر جمع الشكرين، ثم بعد ذلك التوكل والقناعه والرضا. كل ده جمعوا في حاجات كده في كام كلمه، وهي حقائق لا يتحقق بها الا العالم. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان لا اله الا الله. والشهاده هنا ما قالش واعرف او واعلم، لان الشهاده هي اعلى مقامات المعرفه، الشهود. والشهود هنا هو شهود قلب وليس شهود عين، لان لو كان شهود عين يبقى الاعمى من المعرفة. لكن هو شهود قلب، لان القلب هي عين البصيره، وهو العين التي يريدها الله سبحانه وتعالى من عباده. واشهد، وما فيش بعد الشهاده، اما انا شايفك قدامي محتاج دليل على انك موجود قدامي، خلاص ما انا شايفك. لكن لو انا مش شايفك قدامي على صوتك قد تشتبه الاقوال، واحد يقول لا ده انا فلان، ده انا صوتي شبه، لكن الا لما اشوفك بعيد. فالرؤيه اقوى سبل العلم، وعشان كده قال واشهد ان لا اله الا الله. لا اله موجود، وعشان كده هي مقدره، لا دي معنى ليس، يعني ليس اله، واله تبقى كانها وممكن تبقى نفسي، ليه فيها وجوه اعراضيه كتير، وتبقى الله دي كانها خبر، وتبقى اسمها مخلوق الا الله، فان الله تبقى بدل من اسمها، تبقى بالرفع بدل من الضمير اللي هو موجود في معبود يعني. وقد تكون الا الله بالنصب على البدل، على الاستثناء، بالنصب على الاستثناء الا الله، يعني يجوز فيها النصب ويجوز فيها الضم. وحده لا شريك له، هل وحده لا شريك له ده تأكيد ولا معنى ايه؟ وحده لا شريك، طب ما هو وحده ممكن تبقى معناه برضه لا شريك، فهل هي تأكيد ولا تأكيد؟ لو قلنا تأكيد ده، لكن التأكيد أولى من التأكيد، لأن التأكيد في معنى جديد. فهو وحده في ذاته إشارة إلى أحديته، ولا شريك له إشارة إلى واحديته. فهو أشار بالأحدية والوحدية، فالأحدية وهو وجود الذات بغير تعلق الصفات، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله. ثم بعد ذلك لما تجلت الذات على الذات فظهرت الصفات وأثار الصفات بوجود الموجودات، فصار واحدا سبحانه وتعالى تعلق به الموجودات، فتعلق الواحد بالأعداد، فالواحد يتعلق به الأعداد جميعا ولا يدخل في الأعداد، وتعلقت الموجودات بالله سبحانه وتعالى، فتعلق الواحد بالأعداد دون أن يحل في الأكوان، كما أن الواحد لا يحل في الأفكار. ولكن كده قال إنك أنت ممكن تعرف تعلقات الواحدية وتنفي الحلول في الأكوان بمجرد علم الحساب، فهو أحد سبحانه وتعالى أي لا يتجزأ، وواحد أي لا يتعدد سبحانه وتعالى.
أو وحده يعني لا إله إلا الله وحده أي في ذاته فهي ذات واحدة موصوفة بصفات متعددة والصفات قائمة في الذات وليس في عين الذات ولا هي غير الذات بل هي ذات موصوفة لا شريك له أي لا يشركه أحد في هذه الأشياء فأنت موصوف بصفات مشتركة بينك وبين الله مثلا فالله سميع بصير وأنت سميع بصير لكن فرق كبير بين سمعك وبصرك وبين سمع وبصر الله عز وجل فالله سميع بذاته فهو مفتقر لآلة وبصير بذاته سبحانه وتعالى لا يفتقر لآلة والسمع والبصر من ذاته بذاته سبحانه وتعالى أما أنت فسمعك وبصرك بآلة وليس نابعا منك بل قد تبصر فدل على أن الألم تشابه في الألفاظ وليس في الحقيقة وعشان كده لا شريك له شهادة موقن بتوحيده شهادة موقن بتوحيده مستجير بحسن تأييده والإيقان هو العلم الجازم المطابق للواقع عندي هو ده اليقين مستجير بحسن تأييده يعني مستعين ومستغير ومستقر فمستجير تاخد ثلاث المعاني دي كلها تاخد معاني الاستقرار والاستغاثه والاستعانه لو قال مستعين تمشي بس لكن مستجير اقوى فهو بيختار الالفاظ التي تدل على كمال الاستقرار مستجير بحسن تأييده واشهد ان سيدنا محمدا عبده المنتقم لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله وحده فقط ولكن لابد أن نسميها بالنبوات لأن الاعتراف بوجود الله كاملا سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته دون الاعتراف بوجود النبوات لا ينفع في الآخرة ولذا أن ثلاثة الذين اعترفوا بوجود الله وقالوا لا إله إلا الله وأنكروا النبوات كفروا أبدا بالرغم أن هم اعترفوا بوجود الله لأنهم أنكروا النبوات. نعم، والآيات صريحة في هذا الكثير. لكن الآن الدين الأمريكاني الإسلام الأمريكاني اللي عايز بوش يعرضوا على الناس بوحي من الشيطان وبوحي من اليهود إن الإيمان بالله واليوم الآخر كافي لأن تكون ناجي. هم عايزين يعلموا المسلمين اليومين دول كده. المسلم الأمريكي اللي هو إيه؟ اللي هو النسخة الأمريكانية من المسلم. مسلم باطل. عايزين يعرفوه ان الايمان بالله واليوم الاخر كافي دون الخلاف على الرسل مش مشكله نختلف في الرسل لكن يكفي طالما احنا مؤمنين بالله واليوم الاخر يبقى نجيب بالاخر مفيش مشكله وهم عايزين الحكايه فيقول لك المسيحيين بيقولوا ان في اله وفي يوم اخر وفي بعث ونشور وفي جنه ونار وفي ملائكه وفي مسلمين بيقولوا كده خلاص يبقى احنا كلنا حلوين وعايزين يضحكوا على الايمان بالرسل عايزين يرجعونا تاني الكفر الثلاثة القديم اللي انكروا النبوات ويستدلوا ببعض ايات من القرآن وبعدين في وقت يستدلون بايات من القرآن تحتمل معاني وتكون مخصصة وهي مطلقة في ظاهرها في ناس مش حافظين القرآن عشان يفتنوه وفي وسط ناس مش عارفين اللغة العربية علشان يفتنوه فهم بعد ما علمونا في مدارسهم وخلنا بعض اللغه العربيه انت بتجد المذيع من دول في التلفزيون او الاذاعه لما يبقى معاه واحد من السياح الاجانب قاعد معاه وهو بيتكلم بالعربي يغلط في العربي انما اول ما يبتدي يوصل معاه بالانجلش يعني ما يغلطش ولا غلط فهو يجيب الانجليزيه اكثر من اجاداته للعربي هي دي التربيه اللي ربوها للمسلمين يريد الفرنسيه اكثر من اجاداته للغه الاصليه علشان يحول بينه وبين معرفه القران فهو رباه على لغته ورضعه حضاراته واسلوب تفكيره ومنعه من لغته الاصليه اللي هي بها القران واغلق الكتاتيب فلا يحفظ القران ثم جاء بعد كده يقول له نعمل حوار اديان بعد ما ايه؟ ما اطرش كل ريشه علشان ياخذ السم في الدم
وبعدين هو مش حافظ القرآن ومش فاهم العربي ومش فاهم يعني ايه المطلق ويعني ايه المقيد ويعني ايه العام ويعني ايه الخاص ويعني ايه المنسوب مش فاهم اي حاجة. المتصور انه فاهم كل حاجة لأنه معاش أعداد كبيرة. طب أنا جاهل مرتب جاهل ومتصور انه عالم وبعدين بقى ايه بقى وزير وبقى سفير وبقى صحفي كبير وبقى أستاذ في الجامعة وبقت مناصب وشهادات وكلها قوية ليس فيها أي معنى. وبعدين هذا الإنسان اللي هو واخد المناصب دي كلها ويظن في نفسه العلم الكبير الغزير وعنده ثقة وغرور في نفسه يقول لك أنا أروح أحاول يروح يحاول يجيب له آيات من القرآن وهو لا يحفظ يقوم يتكلم يقول له أنا موافق عليك. أول ما يقول أنا موافق عليك بكفر وهو مش فاهم وكده كفر والمش فاهم يوافق عليها ويقوم يتفضل يصلي. فهو يبقى عايش في ثوب المسلمين في الظاهر واعتقد اعتقاد الكفار في الحقيقه ان هناك ناج في القيامه يوم القيامه وليس من المسلمين وهناك ناج يوم القيامه ويكذب بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالح يبقى امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالح فلهم مجروم عند ربهم مشكلة ولا خوف عليهم مشكلة ولا يحزنون مبروك تروح لقاك مسلم على ايد الايه الاسيس ومش لحبايب وراح تلاقي وبالقرآن لكن هو ما يعرفش مثل القرآن حاجة ثانية إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هي راحت من مخه لأنه مش حافظ عشان كده ما طلبوش يحاولوا الأديان مع أجدادنا. ما هي لعبة من زمان هم بيفكروا فيها من قبل الحملة الفرنسية لكن بتتنفذ دلوقتي عشان كده لما يكون الجيل اللي حافظ وفاهم مات وطلع جيل حافظ نص نص وفاهم نص نص مات وبعدين جيل كتير تاني حافظ ربع ربع وفاهم ربع ربع مات وبعدين يجي جيل حافظ ثمن ثمن وفاهم ثمن ثمن ومات وبعدين يجي لك بقى جيل لا حافظ ولا فاهم وبنايل على غيرك تعالى بقى نحاول ونغير الخطاب الديني ويبقى الخطاب الديني خطاب جديد ومش كده وبس ويثيروا النعره الوهابيه وهم اللي ربوه علشان يقطعوا صله الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا له مات خلاص مات ما ينتفعش ما تروحش تزوره ما تشدش اذا حد جاب خطاب اوعى يبقى قطع البني ادم من كل حاجه يتعلق بها تنجيه قطعه من القران حفظا وقطعه من اللغه فهما وقطعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فلا بقى فاهم ولا حافظ ولا بيحب هيعمل ايه؟ تعال نحاول هو ده بقى اللي يحاول انما اللي قبل كده كان فاهم وحافظ وبيحب هيحاول يروح فين دي؟ ما يعرفش يروح فين خدت بالك؟ فدي مؤامره كبيره فربنا ينجينا. معلش يا دكتور السنه كنت اول مره اشوف هناك في الحرم ان واحد بيجي درس في الحرم وبيقول ما حدش يروح يزور المدينه تروح ايه ده خط ما كتير هنا بالعمر هنا 100,000 وهنا هنا وهنا تعرف انا سبب ان انا في ربنا حببني في التصوف من سنه 76 كنا رايحين عاملين عمره كده كنا طلبه في الكليه طلعنا عمره في رمضان للمدينه كنا ساعتها يعني مشغولين في دراستنا ومش مهتمين بدراسه الدين متعلمين العلم اللي وضعه اللورد كرونر في اول هذا القرن ولغى العلم الازهري من خلال العلم المعتاد وعمل وزاره ما وزاره المعارف مش بعد كده بقى التربيه والتعليم ولا لا تربيه ولا تعليم في الاخر لان اللي وضعها رامي نجم ربنا مش هيبارك فيها ابدا لازم نطهرها اصلا من نظام التعليم اللي عمله الاولاني فقط والا مش هيطلع ناس كويسين ولا فيهم خير هو بس ربنا بيطلع فيهم خير يمكن علشان ربنا يريد ان يحفظ دينه لكن لو مشيوا بالنظام اللي وضعوه لا هتلاقي خير ولا نور. المهم فكنا مسافرين ورايحين المدينه طول عمر الواحد اتربى على انه بيحب الناس ربنا على كده واحنا صغيرين كان ابونا مثلا يقولنا نروح نزور سيدنا الحسين نروح نزور السيده زينب خلاص ما فيش مقر حكايه في شرك ومش شرك الكلام اللي مطلعين جماعه الوالدين وعارفين اننا عمرنا لا هنقعد بسيدنا الحسين ولا هنقعد بالسيده زينب ولا حاجه خالص احنا بنروح هناك نصلي ونقعد ونقرا الفاتحه وبنحب ومين دي ويقول لك السيده زينب بنت بنت الناس واحنا بنحب ده بنحب بنت بنت خلاص كده بسيطه وسهله ماشي الامور كده على وتربينا ودخلنا في الليل سمعنا ده في عمر واحنا طول عمرنا مشتاقين نروح نشوف الكعبه
واحنا مقدمين وطالعين اهو راكبين الاوتوبيس رايحين المدينه، الواحد بقى قلبه هيطير منه من فرح وخيره في هذا النبي. واحد واحد من الجماعه اللي بيقروا الكتب بتاعتهم دي يحذرنا طول الاوتوبيس، اوعوا تنقوا سد الرحال لزياره النبي، انقوا سد الرحال للمسجد. انا اول مره اسمع الكلمه دي، انا مش فاهم، انا اصلا طالع رايح اقول النبي، انا طالع كده مش بالفكره يعني. لو بصيت لقيت واحد طول الرحله قاعدين، اوعى وحسن النيه وطع عينيه، لازم سد الرحال وحقيقه شرك والنبي مقبول ومات والانتفاع فيه من اتباع البقر، اوعى تقول ولا كفايه تصلي في المسجد وخلاص. واحد يهوي وانا مش عارف ارد عليه، وحاسس ان الامور دي كلها مش زي ما الواحد، لكن انا مش عارف ارد. المهم انا ماليش دعوه، رحت برضه رحت اول ما دخلت حتى ما كنتش راجل واحد داخل على النادي ده. الواحد ما انت بعاطفه انجازات واخد بالك، وبعدين ايه قاعد برضه ايه قلق في قلبي كده لحد ما ربنا كرمنا رجعنا من الرحله دي. قعدنا بقى قلنا لا احنا عايزين نتعلم علشان نعرف بس نشوف الحق فين، بنكون احنا برضه غلطانين. ما هي دي بقى ده نقبل ده بتاع كل، ما هو اصل يقول لك بالايه والحديث، ما هو انت كمان ده مش عارف ترد ولا تعمل، وفي نفس الوقت حاسس ان قلبك مش مطلع. فبعدين ربنا كرمنا وتعرفنا بالعلماء من شيخنا الشيخ محمد الحافظ التجاني، قرانا عليه الموطا، وبعدين الشيخ محمد نجيب المصري قرانا عليه فقه الشافعي، وابتدينا بقى بالتدريج كمان نعرف ازاي نرد على عالم الايه الزغبغانه دي. بقينا محترفين بقى واحترفنا وجزاهم الله خير، شافونا يعني تماما وعلمونا ازاي نرد على العالم. وبعدين ربنا اكرمنا بعد ذلك الشيخ عبد الله الصديق الغماري، ومن خلال الشيخ عبد الله الصديق الغماري اتعرفت على الدكتور علي جمعه سنه 80، الكلام ده من زمان. كنت ازوره الاقي الدكتور علي جمعه مثلا عنده، فابتدينا اتعرفنا على الدكتور علي جمعه، كان ياما لسه بيعمل دكتوراه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بالبركه ان الواحد، عشان كده شوف اما تربي ولادك على ثلاث خصال سيبهم في اي حته ما تخافش عليهم، حبي وحب اهل بيتي وتلاوة القرآن. قدموا اولادكم على ثلاث خصال، حبي لو حب النبي، الحمد لله ابونا الله يكرمه كان ربنا على كده، حبي وحب اهل بيتي وتلاوة القرآن بس، وسيبه بقى وديه يحاول اديان، ما يحاولش اديان ما تخافش عليه، هتلاقي عنده المناعة ده. لكن شوف الحركة الوهابية خلت حب النبي في قلوب الناس مليان شبه، يقول لك حب طريقته واتباعه، لكن بلاش تحبه ما هو مات بقى، ليس لك من الامر شيء. ده بعضهم بيقول كده والله، سمعتها بودن. والله عدتوه ومات منتهين، يبقى ابعد عن النبي، فخلى نقطه للنبي مش موصول. وهو ده هو حد يقول كده، ده ولد كافر هيقول لك ما تحبش النبي، لكن ده هو جاب لك السم في الدم، يجيب لك السم في الدم اللي هي يخليك تعيش في اشياء لوازمها يقتدي كده، لازمها يقتدي. لكن لو لا ما هو مش لئيم، ده هو يعني مش هاي قاعده، ده هو خبيث. فاهم لا يعني لا ما حتى يسدد لحد القدر مطلوب، لا 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 هو مطلوبه مطلوب، لا ما حدش قال انها حرام ولا مكروه، ده مختلف يعني هي واجبه ولا مستحبه. لا ده من اقل تقول، اول من قال لا تجوز هو ابن تيميه، وبناء عليها تقي الدين السفلي كفرت. لا ده هو ابن تيميه عشان كده طلعوا له كتب، ده هم ليه لما البترول جري في ايديهم وفلوسها جريت في ايديهم راحوا طالعين كتب مين؟ كتب ابن تيميه اللي هو بيقطع طلب الناس اقرا كتاب من هذه السنه لابن تيميه. مش انت راجل عادل وقد قضيت عمرك كامل في الازهر كان بمعنى بس ما انا لا لا ده هو وثقت كده علشان تكتمل الفتنه، ابتدى يظهر والحركه السعوديه تظهر وده البترول كمان معاهم عشان تعم الايه الفتنه، وبعدين تعاقدات العمل والناس تروح تسافر هناك تشتغل هناك ويوزعوا عليهم كتب ببلاش، واخد بالك يقروا الكتب دي ويفتكروا هو الدين. ما هو انت ما سافرتش، لكن جالك اللي سافر وكتبه وقراها عليه وتنفر نفسك. ما هي دي المشكله، ما انا بقول لك حاجه الشتاء. هات كتاب من هذه السنه لابن تيميه والخاص. واديك انت راجل قعدت مع العلماء وحافظ القران الحمد لله وعندك فهم في اللغه. ولحد انت مين المؤلف؟ علشان بقى في حساسيه، يسمع ابن تيميه جسمه اثر ولازم يدافع عنه. لكن اما كلام النبي ممكن يؤخذ منه ويرد.
ده انت كلام ابن تيميه لا يؤخذ منه ولا يرد. كله يقدر عند التيميين كده، والتيميين والوهابيه ما دي المصيبه اللي فيها. اولا انا مش متحمل على ابن تيميه رضي الله عنه وجزاه الله عنا خير، انا متحمل على الافكار اللي وردت في الكتب، لكن هو كشخص انا ما اعرفوش، ليس بيني وبينه شيء. انا اتمنى ادخل الجنه لذيذ والله، واتمنى ان جميعا كلنا في الجنه مهما اختلفنا في الراي، والجنه واسعه ورحمه ربنا واسعه، لكن احنا بنتكلم على الافكار مش على المفكر، وعلى الكلمات مش على المتكلم، وعلى المعصيه مش على العاصي. ففي فرق كبير، احنا بنتكلم على الافكار اللي وردت في الكتب، قد تكون منسوبه لي، ما قالهاش شيء، يعني احنا كنا شفناه بيتابع فيروس، ما يمكن واحد كتب الحاجات اللي راح كاتب اسمه ابن تيميه، ايه عرفت؟ يعني وانت جبت التحقيق ده وجبت بصمته على كلام، ما انت بتجيب كتاب من قديم الزمان ومليان تراب ومكتوب عليه اسم المصنف، معناها هو ده فلان ده فعلا اللي صنف. ما يمكن واحد تاني كان اسمه ابن تيميه تاني غير العالم الثاني ابن تيميه ده، وتشابه اسماء وبينهم جيل من الزمان. ما يمكن المستشرقين كتبوا الحاجات دي وكتبوا عليها ابن تيميه، ايه عرفت؟ فعشان كده احنا ما بنعيش في الشخص ده، لكن صار الاسم رمز على الكتاب بس بغير المسمى، ده نقصد المسمى. فما بنقول التيميين نقصد الاسم كرامة، لا المسمى ابن تيمية نفسه. احنا نتمنى له كل خير ونحب جميع علماء المسلمين مهما اختلفوا معانا واختلفنا معاه. خدت بالك؟ لكن احنا بنتكلم على الفكر بس. فهم اراهم ان هم يقطعوا علاقة المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقطعوا علاقة المسلم بالقرآن. وبعدين يقطعوا علاقة المسلم باللغة. وبعدين يقطعوا علاقة المسلم باحترام السلف الصالح. طب انا بقول لك اللي حصل، ها؟ لا ده الواجب، انا بس انا بقول لك حاجه يا اخي، الواجب طلعت اجيال ما تحترمش اساتذتها، ما تحترمش مشايخها، ما هو اللي اتربوا على هذه المواهب هم اللي اتربوا على المواهب دي، هم اللي طلعوا في المنظر ده، اللي ما اتربوش على المواهب. احنا شفنا الجماعه اللي هم متاثرين بالفكر الوهابي يبقى قاعد كده هو يدخل عليه استاذ ما يقدرش يقوم. وعمرنا ما شفنا واحد قبل ايه الاستاذ، واحنا طول عمرنا كنا نشوف ابونا نروح البلد نلاقيه ايه يقبل ايد جدنا، يقبل ايد الشيخ اللي كان بيحفظ القران بالكتاب. وابويا ما كانش شيخ ولا حاجه، المهم لكن لما كان يروح بلدنا ويسلم على راجل الشيخ بتاع الكتاب كان يوقع ايده ويقبل. طلعنا لقينا العيال دي واخد بالك ازاي، ما عندهمش احترام، والمشكله ان كل حاجه يعملها فيها اساءه ادب يجيب عليها حد. اه والله يعني حاجه فيها ادب، يعني قله ادب باين، ويقول لك قال رسول الله، ده هو بيتكلم الحديث ما بيقولش كده، لكن هو اللي فهمه اللي كده فهمه غلط خالص. فبص تلاقي بقى قاعد كده اهو والاستاذ داخل ما قدرش يقول زي ما تقول من احب ان تقوم له الناس فليتبعه مقعده من النار. طب ده اللي داخل الكلام ده في اللي داخل وانت مدخول عليه، انت مالك؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا او يرحم كبيرنا، انت مطلوب منك توقر الكبير، والكبير مطلوب انه ما يحبش الناس تقوم خلاص، يبقى في ادب الداخل وادب المسؤول عنه، المسؤول عليه يحترم اللي داخل، واللي داخل ما يحبش ان الناس تقوم خلاص، تبقى الكتاب كلها فيها تواضع من جميع الناس ورحمه، لكن هو يفهم كل حاجه بالعكس. هذه المشكله، فاقعد علاقتهم باحترام الكبار، وعشان كده ما بقاش ليهم كبير. يبقى كبير وفاهم ويكلمه ما يقدرش يقتنع. ما يقدرش يقتنع، تقول له شوف لو جبت له عصا سيدنا موسى ورميتها له بقت تمام. علشان يقتنع ان الكلام ده خطا؟ لا ما يقتنعش انه خطا. ده مصنعه والله. ليه؟ لانه اتربى على كتب مصنفه مكتوب عليها ابن تيميه، الله اعلم منسوبه ليه ولا لا. لكن كل الكتب تلاقيه يقول لك اجمع الناس وقال الناس، كانه يقول لك اوعى تدور بعد. خلاص طبعك عن كل من سواه مذهبنا حق لا واخد بالك ازاي؟ وكل الكتب يقول لك ولم يحدث ذلك ولم يقل احد من الصحابه ولم يقل على ولا 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 يبقى ما تعرفش غير خلاص. تقوم انت كنت تلاقي دخلت حته ثانيه لقيت واحد بيقول كلام غيره، ده يبقى ده ظلام، يبقى ده كده، يبقى ده مغل، يبقى ده مش عارف، يبقى ده فصلوا عن كل من سوى هذا الكتاب، فصار شيخه الكتاب. وعلشان كده هذه السموم المكتوبه في هذه الكتب يجب ان الانسان يبعد عنه، لان الاسلام طول عمره يعني امور كثيره في قبل المناسب مش هي، يعني جعل الامور اللي فيها فرعيات في الفقه جعلوها اصل في العقيده، وهي امور فرعيه في الفقه، هل يجوز التوسل ولا لا يجوز التوسل؟ ده امر فقهي مش امر في العقيده، يعني خلوها هي في اصل العقيده.
اللي بيترسل يبقى مشرك، لو عطل يبقى ابو بكر. اما طول عمر الناس دي ناس يقول لك يجوز التوسل، يقول لك لا يجوز التوسل، وهو عامل كده كده زي هذا. يجوز ان انا اصلي بوضوء من غير نيه، ولا بوضوء لازم غير نيه، امر كده تختلف في وجهه نظر الفقيه. وكذلك التوسل امر كده جعلوه هو حصه العقل، شغلانه كبيره يا رب ده انك ما تاخدش من خدودك. انا كنت زي ما تجيب ده كلها ده وبعدين لقيت نفسي لقيت شباب كل ما اقعد معاهم يقولوا لي السن بتاعهم فاهمين ان انا زيهم والله ده كلامك جد. فلما لقيت نفسي في المنظر ده قلت لا والله لا انا كده فاصل بتاع عشان ما يجيبوني يعرفوا ان انا مبتلى من قبل. واخد بالك ازاي؟ انما انا قعدت يمكن 10 سنين ما فيش حاجه قدامي ابدا تقريبا كده. فبص الاقي قابلوني يقول لي ايوه يا اخ وقت الاخ بقى الثاني يبتدي لما اخ يعني شوخ في مخي اخ شوخ لان الكلام اللي بيقولوا له فعلا فيه نجاسات كبيره. انا رايي كده نعم معلش الدكاتره بيبقوا واضح في كلامهم واخد بالك ازاي؟ لان احنا بنتكلم بالبلدي كده. فعلشان اخلص منهم كنت خدت دقني وقعدت واتصور بتاع الشهر عشان اريح مخي بنفسي فمن باب مخالفتهم لان هم اصبحوا اهل بدعه. نعم ومخالفه اهل البدعه مواجبه. فاصبح الاخذ من اللحيه في هذا الزمان وين؟ لكن لو لما يتخلوا عن بدعتهم نرجع للاصل، قالنا ناخذ من لحيه الله عشان نبقى كلنا زي بعض كده. هي دي الحقيقه. ها؟ فربنا ينجينا. ما هو يعني صعب. لا يكلم الحديث الا الحديث. لا يكلم ده هم مقام زي الحديث. لازم تديهم كده. عارف سيدنا عمر لما جاله الراجل سنداله على دماغه فقال له تجار. ما احنا بنقول انا بديهم قطعيين ضد الافكار اللي عندك. فشوف هنا بقى بعد ما انا اشهد ان لا اله الا الله لازم يهتم بيه فاشهد ان سيدنا محمد. لان لو قطع علاقتك بالنبي في لحظه لو قطعت علاقتك بالنبي في لحظه تبقى تهت وتبقى بعيد ما حدش هيمشي وينجو الا خلف النبي. والنبي خد بالك واعلموا ان فيكم رسول الله. الله مش يقول لك مات 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 ايه عن ده اللي ميت ده انت اللي قلبك ميت. ده النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الرقي في كل لحظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان في رقي عام وبعد وفاته ارض. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدنى ابدا في لحظه. النبي منذ ان اذن الله له بالوجود وهو في كمال الرقي وفي كمال الترقي حتى انه كان يستغفر كل يوم لانه كلما ارتقى الى مكان ظن ان ما كان فيه قبل هذا اقل فيستغفر لانه غين انوار لا غين ضياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دوام الترقي. فاللي يظن ان موت النبي تدني وانه كان في حال حياته اعلى فتستفيد في حال حياته لكن بعد وفاته لا يبقى دن النبي. واللي دن النبي يبقى ايه؟ قول عليه بقى اللي تقول انا مش هقول حاجه. لكن اللي دن النبي يبقى وحش. اذا استحل ذلك كافر. واذا قال وهو مش واخد باله يبقى فاسد. ولو قال مش واخد باله خالص ولا يقصد يبقى جاهل. واخد بالك ازاي؟ المسألة واحنا لا عايزين نبقى فاسق ولا كفر ولا جهل، احنا عايزين نتعلم. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في دوام الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي يعتقد انه ينتفع به حال حياته وبعد وفاته لا ينتفع به يبقى دنا النبي وجعل النبي كان في حال حياته اعلى منه في حال وفاته. وهذا مخالف للواقع وللأدلة الشرعية الكثيرة. بل القبر ترك المسلمين كلهم كل المسلمون يعلمون ان القبر ترك. وما عند الله خير للابرار. وما عند الله خير للابرار ده مطلقا. طب ومن هو ابرار الابرار؟ صلى الله عليه وسلم. سمعنا النبي في التسميه ده. ده المسلم العادي لما بيقابل ربه لا يتمنى انه يعود مره اخرى. لانه اتراح ترقيه كبيره قوي الا الشهيد. والشهيد عايز يرجع تاني ليه؟ علشان يترقى عشان عايز يموت تاني شهيد عشان يترقى مش عشان افضل في الدنيا ابدا. فطول عمر المسلمين يعرفوا ان القبر ترقي وان القبر ما يزال المدد مستمر للانسان وهو في قبره لان ما زال مفتقرا وهو في قبره الا الله. هل انت بعد فتره
تستغنى عن ربك الخير. ده انت افتقارك الى الله في كل مرحلة اشد من المرحلة التي قبلها، لانه كلما ازداد علمك بالله كلما ازددت فقرا الى الله. ولا شك ان الانسان عند وفاته يزداد علما، فكشفنا عنك بصرك فكشفنا عنك بصرك فبصرك اليوم حديث، يعني من الحكمة. فيبقى الانسان عند وفاته اعلى منه علما عند حياته، فانسان في حال حياته مفتقر الى ربه، فبعد وفاته اشد افتقارا لكثره علمه بالله. فيبقى النبي كان يعني مفتقرا الى ربه اشد وهو في قبره مما كان هو في حال حياته، وكان في حال حياته لا يستغني عن ربه طرفه عين، فما بالك وهو في قبره. فيبقى النبي ما زال مدد الله ينزل عليه وهو في قبره كما ينزل عليه وهو في حال حياته. وما كانت وما زال النبي خاتم والله يعصي، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي فضل العباد عن طريقه صلى الله عليه وسلم يقدمه عليه. ولو انه ظلم انفسهم جاوزه فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. هل هذه الايات خاصه بحال حياه النبي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي حي في قبر حياة أرحب وأعلى من حياة الشهيد، لأنه أعلى من الشهيد. ومش كده بس، ده هو نفسه مات شهيد، يعني جمع بين النبوة والرسالة والشهادة والأفضلية. والله سبحانه وتعالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. وكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي قبلها. كل المعاني دي نسبها الوهابية بناء على كلمات نسبت لمؤلف سموه ابن تيميه، ومشي وراه حتى فيما خالف فيه، مشي وراه كده وبقوا يعلموا الناس الكلام علشان يقطعوا صله الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شفت بقى، قطعوا صله الناس بالقران قتلوا الكتاتيب، وقطعوا صله الناس باللغه العربيه فتحوا المدارس الارساليه والتبشيريه واللغات، وبعدين قطعوا صله الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يقول لك تعالى حاورني. طب ما انت كده هتستني بقى خلاص، ما انت خلاص هتستني جميع الاسلحه اللي انا ممكن احاور بيها، يبقى ازاي احاور بقى؟ احاور بيه؟ وعلشان كده لم نستطيع اننا ننجو الا وان نلتف حول النبي مره اخرى صلى الله عليه وسلم. حول النبي كشرع، وحول النبي كسنه واتباع وطريق. لازم تتعلق قلبك بالنبي كشر. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، ما قالش يعني سنته اولى بالمؤمنين، ده النبي نفسه، النبي نفسه كده اهو اولى بالمؤمنين من انفسهم. وبعد كده بقى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره كونك سلام من كتم ترجمها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في الدين فتربصوا. يعني حب النبي ده شيء مطلوب اهو. هم عندهم يقول لك حب النبي واتباعه، لا احنا نقول حب النبي حاجه واتباعه حاجه، لان المنافقين اتبعوا النبي ولم يحبوه كما امر النبي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل في وسط الصحابه منافقين ليه؟ عشان يبين لك ان في فرق بين المتبع المحب والمتبع غير المحب. المتبع المحب نجا، والمتبع غير المحب ما نجاش. انت لو ما تحلمش في المنام انك تصلي خلف النبي ركعه واحده وتسمع صوته وهي في القران، ده لو حصلت لك دي يا عم هتقوم انت ما تجيش تقعد معايا. وانا تحب تشك الابن حتى. والله من فرحك واستوحاتك بالخلق بعد سماع صوت النبي وصلاه الخلق في المنام، فما بالك في الحقيقه؟ اعلى واعلى. اهو المنافقين صلوا خلف النبي في الحقيقه صلوات عشرات الصلوات، مش كده؟ وجعلوا معه ومنهم من مات في المعارك خلف النبي ولم ينتقل، لانهم ما احبوش النبي. الحب يجبر النقص في الاتباع، والابتعاد في الاتباع لا يجبره نقص الحب. تبدا كده، الحب يجبر نقص الاتباع، لان المرء يكثر مع من يحب. والاجتهاد في الاتباع مع نقص الحب لا ينبر نقص الحب. شفت بقى ازاي؟ في الاتباع يعني لما تجتهد في الاتباع والطاعه والحب الشامل ما يجبرش نقص الحب يكمل. يعني الحب يكمل نقص الاتباع،
وكمال الاتباع لا ينظر نفس الحب. يبقى الحب اعلى، لان الحب عمل القلوب والاتباع عمل الجوارح. والعلماء كلهم قالوا ان اعمال القلوب اعلى من اعمال الجوارح، بل قالوا ان ذره من اعمال القلوب تعدل جبال من اعمال الجوارح. وعشان كده نعيمان اللي كان الصحابه دمه خفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يضحك من غير ما يتكلم، يعني حتى مع مجرد ان يشوفه كده كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. كان راجل يعني مشهور بالمزاح، وكان مشكلته انه مدمن خمر، وصحابه ومدمن خمر كل شويه يجيبوه سكران والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه مش بايده يعني يامر بجلسه. وبعدين مره دعوا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه انه يحب الله ورسوله. شوف قد ايه هو في بعد كده نفس اتباع بقى، في بعد كده نفس اتباع يعني لبنتك في بعد كده انت لا تتصور انك تعملها اصلا. نعم. يبقى الحب اعلى، لان الحب عمل القلوب والاتباع عمل الجوارح. والعلماء كلهم قالوا ان اعمال القلوب اعلى من اعمال الجوارح، بل قالوا ان ذره من اعمال القلوب تعدل جبال من اعمال الجوارح. وعشان كده نعيمان اللي كان الصحابه دمه خفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يضحك من غير ما يتكلم، يعني حتى مع مجرد ان يشوفه كده كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. كان راجل يعني مشهور بالمزاح، وكان مشكلته انه مدمن خمر، وصحابه ومدمن خمر كل شويه يجيبوه سكران والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه مش بايده يعني يامر بجلسه. وبعدين مرة دعوا عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه انه يحب الله ورسوله. الله. شوف قد ايه هو في بعد كده نفس اتباع بقى، في بعد كده نفس اتباع يعني للناس في بعد كده انت لا تتصور انك تعملها اصلا. نعم. هو عمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال انه يحب الله ورسوله، يعني الحب ينبض نفس الاتباع كثيرا. نعم. ولكن اتفرج انت على جماعه المنافقين كانوا يا سلام في جميع الصلوات في الاول في الجهاد واكيد، ولكن ولا صلح. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لولا عارف تعرف ان النبي ده مش هتحبه الا تعرفه، والناس يقولوا اللي ما يعرفش الجهاد كده برضه، اللي ما يعرفش النبي هيبقى للنبي هيحبه ازاي ده؟ فلازم تعرف النبي معرفة قوية، وما شفناش حد عارف النبي معرفة قوية إلا الناس اللي هم تحققوا بحقائق أهل الكفر، واللي تعلموا عن مواهب أهل التصوف، دي الحقيقة. لكن الناس التانيين اللي تعلموا على مواهب علم الشعورية ما خدناش منهم أي مر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل اجلس معاهم تسمع كلام مرتب جميل، لكن لا يمس قلبك شعر. وتقعد انت مع ناس تانيين تلاقي ما عندهمش اي كلام مرتب، لكن تبص تلاقي قلبك طار معاك. ليه؟ لان الحب هو ده اللي بيحرك. وعشان كده لازم تتعلق بالنبي تعلق عالي، وتعرف ان النبي ده اي نعمه انت فيها هو السبب صلى الله عليه وسلم، فهو السبب الثاني. ولولاك لولاك ما خلقت الافلاك. الشيخ احمد حيقول لحديث ضعيف، احنا مالناش دعوه باسنان، احنا لينا دعوه بمعناه، معناه صحيح. معناه صحيح ليه؟ لان الله لم يخلق الافلاك الا ليعبد، الا لنعلم. مش خلق الافلاك الاكوان يعني لنعلم؟ لا. وخلقنا لنعبد؟ لا. طب من اعلم ومن اعبد؟ سيدنا الله. يبقى لولاك لولاك ما خلقت الافلاك. يبقى معناها صحيح اهي. معناها صحيح فعلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو ملخص مراد الله من عباده ومجمل مراد الله من عباده، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توجهت الاراده للقدره بتحقيق مراد الله ليعلم، توجهت الى خلق الحقيقه المعمديه اللي هي التعين الاول للصفات. نعم. ده اعتقاد اهل التصوف كلهم كده. نعم. واخد بالك؟ واهل التصوف كلهم المقربين من الامه. احنا ما بنقولش المدعين منهم، المدعين ما لناش دعوه بيهم، جهلا ما لناش دعوه بيهم، كل طائفه دخل فيها من ليس منهم، ما لناش دعوه. اهل الحديث دخل فيهم الوضعين والكذابين، واهل الفقه دخل فيهم الزنادقه.
لكن احنا لما بنتكلم على الفقهاء نفس الفقهاء الائمه الكبار، لما بنتكلم على الصوفيه نفس الائمه الكبار العلماء، كلهم يعتقدون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم له حقيقه وله صوره. فالنبي بحقيقته كان اول الخلق، وبصورته كان اخر الناس بعده، اخر الانبياء بعده. وعشان كده حتى الشيخ الصوفي في النشاه الفخيمه المحمديه شعر اللي الفها يقول ايه، هو الاول الهادي هو الاخر الذي تاخر ارسالا وخلقا تقدم. قايلها كده في الشعر بتاعه، هو الاول الهادي هو الاخر الذي تاخر ارسالا وخلقا تقدم. يبقى طبعها شعر اهو اصبحت حقيقه عندهم، يقولوها في الشعر بتاعهم عادي، أن النبي هو أول الناس خلقا وآخر من بعد، جعلني فاتحا وخاتما. أنا أول المسلمين في صريح القرآن في أكثر من آية، يقول أنا أول المسلمين. فأولية النبي شائعة في القرآن وفي السنة وفي مدائح المدحين وفي أقوال العلماء والصالحين على مر الوقت. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم له حقيقة أولية يسموها الأولية المحمدية، أو يسموها التعين الأول، أي التعين الصفات الأول. اني جاعل في الارض خليفه، فالخليفه الحقيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الصوره كان سيدنا ادم، والسجود في الحقيقه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سجود الملائكه في الحقيقه كان لسيدنا محمد لان هو الانسان الكامل. ولكن الله اخر خلقه ظهورا، ولكن ابطن خلقه بطونا حتى يكون هو الظاهر والباطن صلى الله عليه وسلم في الخلق. طب ما يدرس ما هو سبب لعدم صورة الخليفة ان جعل في الارض خليفة. والخلافة الحقيقية هي الخلافة المحمدية. الخلافة الحقيقية هي الخلافة المحمدية تحته ادم ومن عدم. لا مش من بعيد، ده حقيقة، ده حقيقة. الله سبحانه وتعالى لم يسجل الملائكة لسيدنا ادم الا لظهور اكمل الخلق في صلبه، بل لم يؤخر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الا لاكتمال نضج البشريه حتى تصلح لايه؟ لمعاصرته. نعم. والفهم عنه والاخذ منه. نعم. لان في الاول كانت البشريه في مرحله طفوله لا تصلح للاخذ عنه ولا للاخذ منه. فتفردت البشريه في مرحله الطفوله الى السبوه الى الشباب الى النضج، فلما صارت في نضج كامل جاء النبي في خير القرون. الله. فكان تأخر النبي أساسا ليس تأخيرا له ولكن تقديما له في الحقيقة، حتى يعد الجيل الذي هو يصلح لملاقاة النبي والأخذ عنه والفهم منه. وعشان كده تقدم وتأخر. تقدم خلقا وتأخر بعد. صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هل من الخلق ولا أول ما خلق بعد مراده لخلق الخلق؟ رد ما هو أولية الخلق دي. أولية كان في إرادة الأول للتوجه للخلق ولا ما فيش إرادة؟ أيوه الإرادة علم. لما أراد الله أن يخلق بين الله سبحانه وتعالى إرادته للخلق كان هدفه إيه؟ العبادة. العبادة. ولا كان هدف القلم؟ بل خلق القلم لينصر المقدور في علمه القديم. كويس؟ ولكن بعلمه القديم اراد ان يخلق كل ما يذكره القلم لامر ان يعبد. يبقى توجهت اراده الله لخلق الخلق اولا ليعبد، كانما توجهت اراده الله للتعين الاول. اصل خد بالك انت ذهنك مشكلته يا انسان وانا منك وكلنا كده لاننا مقيد بالذنب. لما نيجي نتكلم متصور ان حكايه بالترتيب كده. حكايه عند الله سبحانه وتعالى علمه كشف كله، ما فيهوش زمان، ما فيهوش انيات. ده الان ده ذهنك انت بس حادث. انت مقيد ومحصور بالذنب. فاحنا اتكلمنا ترتيب ذكري لا ترتيب ذنب. الكلام اللي بنقوله ده ترتيب ذكري لا ترتيب ذنب. عشان نعرف نرتبه ونفهمه ونرتبه في مخنا، لكن بعد ما ترتبه وتفهمه في مخك نطلب كلمه الذنب. لان لما نتكلم في امور متعلقه بالله خرج منها الزمان والمكان.
لأن الزمان والمكان كله مخصوص تتحرر. لكن لما ربنا اتحرر الزمان نفسه خلق نعم متعاهد فهمت ازاي؟ عن التكوين. فلما الزمان خلق عن التكوين احنا بنتكلم قبل التكوين. انت بتقول الملائكة كلام سيدنا آدم، انا بقول سيدنا محمد كان موجود قبل سيدنا آدم. فهمت ازاي؟ احنا بنتكلم قبل التكوين. لكن الله سبحانه وتعالى بعدما اوجده وجعله سرا ساريا في جميع الاكوان كحقيقه جعل له صوره، هذه الصوره جعلها في كل ادم. فهمت ازاي؟ ما هو لكل صوره في الحقيقه، فجعل هذه الصوره في كل ادم باطنه. واخد بالك ازاي؟ فلما سجدت الملائكه سجدت للحقيقه مش للصوره، سجدوا للحقيقة اللي هي الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة. فلما سجدوا للحقيقة اللي هي الخلافة كانت صورتها آدم وحقيقتها محمد صلى الله عليه وسلم. آدم مسألة. فإذا فهمت الحكاية دي الدليل مليان. الدليل بقوله لك وأنت مش عايز تكتب مخك. الدليل واضح. وبعدين مش شرط إنك تفهم، مش من اصول الايمان انك تعرف الحكايه دي. واللي ما يعرفش الحكايه دي ناجي ان شاء الله يدخل الجنه. بس بالك، لكن انا بكلمك في رساله قصيريه عند طائفه من المسلمين فهموا الحته دي. وانا بفهمك فهمهم. لكن فهمهم مش ملزم لكل الامه، والحمد لله لم يمتحننا بما فعل الرسول به فلم نرتب ولم نهم. لكن النبي كلمنا بالحقيقه وكلمنا بالشريعه. فهل كنت اول الناس خلقا واخرهم بعد؟ هذه الحقيقه. ايوه ده حبيبي، ثم انا اللي مالكه. ده حبيبي. كنت فاتحا وقاتلا. انت هم لم يطلعوا على كل الاحاديث، وبعدين عارف قعدوا قاعده عندهم ان اي حديث ضعيف لا ياخذون به. والقاعده ان الحديث الضعيف مش مرفوض مطلقا، اللي مرفوض مطلقا الحديث المكذوب الموضوع. لكن الضعيف يؤخذ به بشروط، اذا كان في الفضائل او المناقب ولا يخالف ما هو اصح منه، واخد بالك، ولا يكون في الحلال ولا في الحرام، وانه يندرج تحت امر، يعني لا يخالف ما هو اصح، دي معناه يندرج تحت امر. يبقى الحديث الضعيف بالشروط دي ياخذه كل الامه تاخذ به. الامام البخاري نفسه صاحب الصحيح الكتاب اسمه الادب المفرد والتاريخ مليان احاديث ضعيفه. معلش مليان احاديث ضعيفه ليه؟ اسمعني بس. العلماء اتفقوا على الاخذ الحديث الضعيف بالشروط دي ما ياخذوش به في الحلال ولا في الحرام، يعني في التشريع. ولا ياخذوا به لو كان مخالف لما هو اصح منه، او انه يكر على الشريعه بالبطلان. لكن ياخذون به في المناقب وفي الفضائل، واحنا كل كلامنا في المناقب والفضائل. خدت بالك ازاي؟ يبقى خلاص. اما يقول لك لولاك لولاك ما خلقت الافلاك. حديث ضعيف من حيث الاسلام. كويس؟ لكن لما تقعد تفكر فيه تلاقيه لا يخالف ما هو اصح منه. بل هو يطالب صريح القران. ان الله خلق الاكوان ليعبد وليعلم، واعبد الخلق ورسول الله، يبقى لولا لولا ما خلق الافلاك صح. صح من حيث المعنى. لكن من حيث الاسناد ضعيف، والضعيف اذا وافق ما هو اصح منه انجبر وصار حسن لغيره. مش القاعده كده؟ نعم. يقول لك في اي حاجه بقى متعلقه بالنبي ما يرضوش يمشوا القاعده دي. ليه بقى؟ ما تفهمش. اي حاجه متعلقه بالنبي وبيان بعد قدره، اللي اتربوا على مائده كتب ابن تيميه فيهم الزهده مرض دخل في قلبهم، ربنا يكفيهم منه. يا رب. واخد بالك ازاي؟ لكن قابل للشفاء لان شفنا نفسه، ولكن غير قابل للشفاء عند بعض الناس. واخد بالك؟ لكن ربنا راح متوسط. فهو المشكله ان احنا بنتكلم دلوقتي في المناخ. فليك انك انت تقول الحديث اول ما خلق نور نبيك اجل. ده حديث ضعيف لتنصر ما هو ضعيف. ده بس يوافق ما يوافق ما يكرش على الشريعة بالبطلان. لا يكرش على الشريعة بالبطلان. والقرآن يقول أنا أول المسلمين. والقرآن يقول إنه خلقنا لنعبد والنبي أعبد الخلق، يبقى هو أول الخلق. وأول الخلق كان نور. أول الخلق كان نور. خد بالك إن أول الخلق نور. لأن النور ضد الظلام، والظلام عدم. والنور ظهور.
فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق خلق النور ليظهر منه، ولولا خلق النور ما خلق الظلم. نعم. ما كان الظلم. ثم بعد ذلك تكدس هذا النور، النور ده اللي هو الضوء ده بيتعلمونه في الطبيعة يقول لك ده الكترومغناطيك ويف، يعني موجات كهرومغناطيسية. ده النور مش عارفين علماء الطبيعة قال لك كده. النور ده بقى الكترومغناطيك ويف، أطوالها الموجية تختلف اختلاف تام، من أطوال موجية طويلة إلى قصيرة إلى 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 شغلانة كبيرة، لدرجة إن الجزء المرضي من الضوء يعني كأنه قد كده، والباقي لحد السقف ولحد الأرض. يبقى انت بتشوف من النور قدر قد كده، اللي بين البنفسجي والاحمر، اللي بين الاطوال البنفسجيه والحمراء، ايه اللي انت بتشوفها بعينك في الدنيويه. لكن النور كتير قوي، وعشان كده يقول لك في فوق بنفسجي وفي تحت الاحمر، يقول لك موجات تحت الحمراء، هي موجات فوق وموجات فوق بنفسجيه. هو على فكره الاسم ده غلط، هي حقها موجات تحت البنفسجي وفي بالك ازاي وفوق الاحمر. لكن لما وضح الضوء بالمحروض، اول ما وضح الضوء بالمحروض تقولون مش فاكر اينشتاين ولا مين العلماء، كان المحروض بتاعه مقلوب، فهمت ازاي؟ فلقى البنفسجي فوق والاحمر تحت. هو كان الحق كل النور بالترتيب كده، يبقى الاحمر هو اللي فوق لانه اعلى، والبنفسجي اعلى، هنخليها حته الطبيعه. لكن المحروض كان مقلوب. فلما شافوا اول ما اكتشف ان الالوان الصيف دي تبعه محصورة بين البنفسجي والاحمر، كان عنده البنفسجي فوق والاحمر تحت في المخلوط بتاعه حصل البعيه بتاعه، فتم كل الموجات اللي فوق البنفسجي وهي حقها تبقى ايه اقل منها فوق تحت، سماها ايه فوق البنفسجيه، وكان حقها تبقى تحت البنفسجيه لانها اقل منها فوق. وتم الموجات اللي هي بعد الحمراء غير مرئيه ان تحت الحمراء وهي حقها تبقى فوق الحمراء لانها اقل منها، فهمت ازاي؟ ففضل التسميه على ما هي عليه مع التنويه على الخط بس، لان التسميه تمشي يقول لك تحت الحمراء وفوق البنفسجيه، هي حقها تبقى العكس. فالخلاصه ان الضوء ده والنور ده مسافه كبيره قوي، تجد ان حقيقه الاشياء كلها عباره عن موجات كهرومغناطيسيه. حتى انت يا انسان، حتى انت يا انسان، حتى التراب والطين، حتى التراب والطين. يعني التراب والطين ده عباره عن الجزيئات، الجزيئات مكونه من ذرات متركبه بترتيب معين، والذرات عباره عن الكترونات والنيوترونات والالكترونات واجسام لا نعلمها. وهذه الاجسام كلها لما تيجي تحللها في الاخر لا تجدها شيئا، تجدها موجات كهرومغناطيسيه مكدسه. دي الحاجه. وعلشان كده لو مسكت حاجه جرم كده ومشيت بسرعة الضوء يتحلل إلى موجات، يتفك ويتحلل لموجات. وعلى فكرة هم الأمريكان بمخهم الخيال العلمي بتاعهم بيفكروا إن ينقلوا الإنسان بسرعة الضوء، إن يحللوه ويركبوه حتة ثانية، واخد بالك؟ وحتى القصص بتاعتهم الخيال العلمي دلوقتي قايمة على الفكرة اللي هو يحول الإنسان لأصله موجات، يعني الاصل موجات كهرومغناطيسيه هيرجع لاصله ضوء، وبعدين بعد كده الضوء ينتقل بسرعه رهيبه، وبعدين يروح عامل جهاز يركبك تاني في الحته اللي هو عايزها، عشان بدل ما تركب انت الطياره بتاع خلاص انت بقى تنتقل بنفسك، تروح تظبط معاك جهاز وتروح بعد كده الجهاز يبقى معاك في الحته الثانيه، خد على الورقه وجات يكون في جهاز ثاني يروح مركبك. بس هيركبك بنفس البدله اللي انت لابسها، ولا هتلاقي نفسك عريان، دي مشكله. لكن او خيال علمي، لكن خيال علمي بناء على حقائق علميه. ازاي؟ ازاي لسه من يحدث وصعب انه يحدث، لكنه مبني على حقائق علميه. ان اصل الكون ضوء، نور، اصل الاكوان كلها نور. اللهم جعل الله جزء منها غير مرئي ملائكه، وجزء منها غير مرئي جن، وجزء منها في الجزء المرئي وهو ايه؟ عالم الملك اللي انت شايفه بقى، الحيوانات والنباتات والانسان والحاجات اللي شايفها بعينيك. والجزء المرئي ده كله عباره عن ضوء مكدس، لما الضوء يتكدس يبقى جرم. قبل التكدس ما كانش جرم، كان موجه كده تعدي ايدك فيها تمشي، لما كدسه الله سبحانه وتعالى بقت ماده، تخش تعدي ايدك فيها ما تعديش، تخسر. فهمت ازاي؟
وعلى كده خلق الانسان اقوى من خلق الملائكه. فهمت ازاي؟ اقوى من حيث التكدس، من حيث التكدس بس. فالملائكه موجات والانسان جرم ثقيل، كان الله كدس فيه موجات تخلق منها الاف الملائكه في انسان واحد. وعلى كده هم لما ابتدوا يعرفوا ان ازاي يفجروا ويطلعوا الطاقه الكامنه في الجسيمات دي، عملوا القنبله الهيدروجينيه والقنبله النوويه اللي هي بتحرق يعني البلدان في لحظات يمكن الشيطان ما يعرفش يعملها، والشيطان مخلوق من النار، وهي كلها حاجات جرميه لانه بيرجعها لاصلها. فكان الله كدس الطاقات دي كلها وخلق منها الجزيئات اللي خلقك منها. فلما يجي يقول ان الانسان خلق من طين مش من نور، الشيخ بيقول لنا يبقى انت بتتكلم بعد مرحله ثانيه، احنا بنتكلم في مرحله قبل ما يبقى في طين اصلا. قبل ما يبقى في طين وطلطال. ده احنا بنتكلم في مرحله قبل ده كله. فهمت ازاي؟ قبل ده كله الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يخلق الخلق، الخلق اراد ان يكون له ظهور، والنور هو سبب الظهور. فخلق النور. احنا نسميه النور المحمدي. احنا لا. التيميين يزعلوا قوي يقولوا ما ارتكاش. ما ادراش حاجه الارتكاش اللي يعني ممكن يجيب حقنه يضحك ويبطل خط. واخد بالك ده؟ او ما يقعدش في القعده دي ويتعب مخه. لان الكلام ده مش ملزم لكل الناس تعرفه. واللي قالوه ما قالوش عشان كل الناس تستثيره. لعلمك يعني. اللي يستثقه خدوا بركه، واللي ما يستثقوش حلو برضه حدود ومر. واتجوز مني واتجوز ولادي وكل حاجه، ويقف معايا وتاجر معايا وتاجر معايا ويصلي معايا ويصلي خلفي ويصلي خلفي، ومفيش مشكله. ما عندناش احنا المشكله دي. لكن هم لا، راسهم هو الكبير. يقول زي وابقى محبوب يبقى مبتدا. لا، هو انت هتحجر على الناس نعمه ربنا؟ ربنا بيكشف الفهوم على من شاء من عباده. انت عايز تحجر فهمك الناس كلها على فهمك انت؟ لا تدرك الشيء بفهمك يبقى غير موجود؟ هو كونك لا تدرك الشيء يبقى غير موجود؟ حاجه غريبه قوي. نسيتك تدرك؟ طب ما انت وانت في كي جي 1 ما كنتش تعرف ازاي تنتصر اللي بتقوله ده، ولا انا كنت اعرف انتصر اللي بقوله ده. لما ربنا علمنا وكبرنا شويه بقينا ندرك اشياء صعب ندركها واحنا في ابتدائي. انت دلوقتي راجل في ثانوي ولا جامعه مش عايز تدرك حاجه وانت بادركها من في الدكتوراه. مش معناها مش موجوده. وعلشان كده يقول لك سلم تسلم. نعم. ما تعترضش. قول ربنا. تقول ربنا افتح علينا يا رب علمني. وتمك ماشي لما تلاقي امر اتصعب عليك. انما مش عشان اتصعب عليك ده غير موجود يبقى الراجل ده مخرف، يبقى روح اقفل الباب. خلاص قفلت انت الباب على نفسك. لكن الله سبحانه وتعالى ده سيدنا رسول الله رب زدني علم. وهو اعلم الخلق. نعم. فهمت ازاي؟ فالعلم ما وقفش على ادراكك. ده العلم اعلى من ادراكك، بل كلما تدرك تدرك انك لا تدرك. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ وأنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ مش قايل كده في لك المعطاء إله؟ نعم. أما أقول في لك المعطاء إله في لك إيه؟ ماشي في ده. أهو في ده. يا عسى لو تبدأ الحصة قلت من ده أنا عندي مناطق. لا المقصود، المقصود من خلق العباده، المقصود من خلق العباده، والعباده دي شيء عربي لا يقوم بذاته. مش كده برضه؟ العباده دي عرب ولا دوله؟ عرب عرب. والعرب اقوى ولا الجوهر؟ لا الجوهر جوهر. فالجوهر اقوى. فكان الجوهر الذي يقوم بالعباده وهي مقصود الله اقوى من العباده ذاتها. تمام. يبقى النبي هو ايه؟ صلى الله عليه وسلم. اقوى القلب. طبعا. وافضل القلب. لا شك في هذا. واعبد القلب. لكن هو اول القلب. وهو اول القلب. القلب انا لا اتكلم عن القلب. انا اول القلب بس. من حيث المسار الاولين. انا بقول لك بقى عند الصوفيه يا احمد انت ما يجراش حاجه ما تعترفش ليه؟ ما يجراش حاجه ده راجل كويس ونادي والله ان شاء الله انت نادي برضه. لكن احنا بنقول لك عدد الجماعه الصوفيه
بيعتبروا حاجة اسمها الحقيقة المحمدية وهي السر الثاني في جميعهم. والموضوع كده في كتابهم كتير وهتقابلنا كتير. أصل الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة مبنية على المجمل والمبين، وجعل الحقيقة أيضا مبنية على المجمل والمبين. ده هي قاعدة مستمرة من سنن الله في الأكوان، إن يبقى في حاجة اسمها مجمل ومبين. أنت مش عامل درس بأصول الفقه اسمه المجمل والمبين؟ أقيموا الصلاة مجمل، صلوا كما رأيتموني أصلي مبين. مش كده برضه؟ فالشريعة كلها قايمة على المجمل والمبين، والقرآن كله قايم على المجمل والمبين. المجمل الفجائع أجمل فيها القرآن كله، وبعدين بيانها في أي سورة قرآن. فكل سورة قرآن بيان لما في الفاتحة، والفاتحة كلها أجملها في بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور كلها كده. الله سبحانه وتعالى برضه لما أراد أن يخلق الخلق خلقه برضه في نفس القاعدة، مجمل ومبين. أجمل مراده في الحقيقة المحمدية ثم فصلها في الدائرة كلها. هذه الحكاية بس. انت الحته الاخيره دي مش قادر تفهمها، ما جراش حاجه زمان النهارده ولا السنه الجايه ولا بكره، لكن يمكن تفهمها قبل ما تموت، ويمكن ما تفهمهاش برضه ما يضرش. يعني انا بقول لك يعني ما يضرش ان المسلم ما يفهمش دي ويقابل ربه. هيقابل ربه مسلم برضه ان شاء الله، وميت على دين الاسلام ومحشور في وسط المسلمين وعلى عيننا وعلى راسنا، ويدخل الجنه ان شاء الله. العلم ده المتصدر بالتعذر والتفكير، انا دلوقتي اريد الاسلام. ما انا فاهمك، هو انت مش عايزه تدخل في ذهنك، ما يجراش حاجه، ما ممكن ما تدخلش في ذهنك النهارده، تدخل في ذهنك بعدين، ما يجراش حاجه، ما مش شرط تدخل كل حاجه في الوقت، لا الوقت ضيق. ان شاء الله ربنا انت بمرور الوقت كده بتلاقي نفسك تستفيد المعاني. الاول تستفيدها قبل ما تكمل، الاول. وبعد ما تستفيدها زي الاكل. الاول تدوق وعجبك. عجبك تبتدي تاكل. تاكل تنضف تستفيد، وبعدين تبلغ، وبعدين تهضم، وبعدين تنعى على ما يمري عليك. نفس الحكايه في الحقائق والعلوم. نفس الحكايه. الاول تستفيدها، وبعدين تقعد تبتدي تاكلها بالراحه، وبعدين كده تجري في عيونها وتفهمها وتهضمها، وبعدين يظهر ثمرها. حبه حبه. ما تاخدش كل حاجه. انت عايز تاكل وتهضم وتخش الحمام كله في لحظه واحده. حبه حبه. سبحانك اللهم وبحمدك.